At the next intersection, turn left. Turn left. إحنا إيه اللي جاب من المكان ده يا كرامز؟ إحنا خدينا كده لحد ما نشوف هو مودينا على فين الجي بي إس ده. الصوت عمال يعلى كل ما بنخش المكان، مش المفروض يكون في طريق عموم لبر ما نوصل؟ Your destination is 500 meters away. طريق جديد يودينا لمدينة الأقصر. أيوة بس يعني At the next إيه اللي جابنا هنا في نزلة السمان دي؟ الجي بي إس ده من رويعي ولا إيه؟ ما هو كل ما صوته بيعلى كده يبقى احنا قربنا على الوجهه اللي احنا رايحين لها. ما هو ده اللي ملخبط دماغي، انا مش فاهم احنا في مكان غير المكان والشيء اللي لسه شغال. شوف بصه بيزيد ازاي؟ بص يا سما، يبقى احنا كده وصلنا. وصلنا فين؟ ده نزله السمان. ايه اللي جاب الاقصر؟ بقك نزله السمان. بقك بقى اما الف في ايه بقى؟ احنا مش رايحين الاقصر. ايوه. طيب ايه اللي جابنا نزله السمان؟ ما انا مش عارف، يمكن ده طريق تاني. استنى، في حاجه غلط احنا لازم نكتشفها. تعالى ننزل نشوف الليلة السوداء دي. تعالى تعالى ما نشوف ايه الحكاية دي. اوبا عمال يزمر يزمر يزمر، انا مش فاهم انا ايه ده. تعالى بص يا اكسلانس، ايه ده؟ شايف مكتوب ايه؟ اسطبل الاقصر. يكونش يا نهار اسود، هو اللي في دماغي؟ اكيد. يعني ثروت العمري بياكلنا كلنا الصابونه وبيصير علينا وعامل ده تمويه وترويج، ويبقى هو ده المكان مش كده؟ صدق انت كده طلعت دماغك كبيره. دماغي كبيره تلاقيها مطاطيه. بس بقول لك على حاجه، في بني ادم ميت جوه، خش شوف الصفصر منه ويعرف المكان ده ايه حكايته بالظبط وليه الزمارة دي. يا إما ناخد العربية ونقرب شوية، إذا زمرت شوية نعرف إنه في مراوغة في الحكاية. ارجع تعال. طب ما تيجي خش شوف الراجل ده. طب ما أنت متأكد الأول نشوف إذا كانت هتزمر ولا مش هتزمر هنا تاني أزيد. نعمل كده يعني؟ يعني اطلع عند بوز العربية كأنك إيه بتلف. تعال. واخد بالك وتروح إيه؟ يلا. هدخلها جوه بقى. لا ما تدخلها جوه. في البوز. البوز بس كده نجس. نجس. يلا اطلع كده، انا معاك اهو. يلا اطلع. ايوه خش يعني اهو يا ابني خش. اهو سامع سامع. بس 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 بس. ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع بسرعه. ارجع بس بسرعه، انا بشوف اهو. ارجع في الباب. ارجع في الباب. ما انا هوش اهو عشان اشوف في المرايه. خدش بالي. بس شفت الزمارة زادت ازاي لما روحنا هناك؟ بس